اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل مكان. كم أعجب لهذا الجيل الذي يعيش في هذا الوقت، كل ما يهم الشباب والفتيات وإقامة علاقات سيئة فيما بينهم بما يغضب الله لا بما يرضيه. وأكبر لعنة أعتقد أنها حلت علينا هو هذا الجهاز الذي بين أيدينا، الكمبيوتر أو الجوال. في كل يوم نسمع قصة تشيب لها الرؤوس وتقشعر لها الأبدان، وربما تكون سببا بالخزي والعار لكثير من الأسر. وهذا ما حدث مع تلك الأسرة البسيطة المؤلفة من عدة أولاد، بينهم اثنان مراهقان، فتاة وشاب. أما الشاب فكان يفعل يحلو له بكل شكل من الأشكال، وكان مدمنا على جهاز الكمبيوتر ويجلس تقريبا عليه 24 ساعة على 24 ساعة متقوقع على نفسه في غرفته. لديه برامج كثيرة للشات، ولديه العديد من الصديقات التي يتحدث هذه معها في الصباح وتلك في الظهيرة، والأخرى بعد العصر، والأخرى في بعد ما منتصف الليل. إحداهن عربية، الأخرى أجنبية. الشاب يتقن لغات، لم يدع فتاة من شره إلا وتحدث معها ولا ييأس أبدا. قد يستمر بالحديث معها فترة طويلة، بعد ذلك يقومون بفتح الكاميرا ويشاهده ويشاهدها. والكثيرات منهن كن متساهلات لأبعد الحدود، فهن لا يتوانين عن خلع حجابهم أو حتى ملابسهم بشكل كامل أمام الشاب على الشاب. حاله ذلك استمر لأكثر من 4 أو 5 سنوات. الأم غافلة تريد أن تذهب إلى الحفل الفلاني وإلى المكان الفلاني، واليوم في هذا الصيف سوف تذهب إلى أوروبا. الأسرة غنية، الأب في أعماله وتجارته وجمع الأموال، وذلك يكيد له، والتاجر الفلاني فعل كذا. تركوا الأولاد للخادمات أعزائي المستمعين والمستمعات. الفتاة تجلس في غرفتها على الإنترنت والكمبيوتر، والشاب يجلس على الكمبيوتر في غرفتها على الإنترنت. والأم تقول أولادي جدا مهذبون، أولادي طوال النهار يدرسون، أولادي وأولادي. والحقيقة أن الأم لا تعلم شيئا. الشاب لا يدرس والفتاة أيضا لا تدرس، لكن الفتاة كانت تجلس في أوقات معينة على الكمبيوتر، أما الشاب فلم يكن يخرج من أمام الكمبيوتر إلا أعزكم الله إذا أراد أن يذهب إلى دورة المياه، حتى الطعام يأتيه إلى غرفته. ماذا تفعل يا ولدي؟ أدرس. ماذا تفعل يا ابني؟ أدرس. ما شاء الله، تبارك الرحمن، وفقك الله، ومن تلك الكلام. لكن الأم لم تأتي يوما ما لترى تلك الصفحة المفتوحة لديه في الكمبيوتر، هي تثق بابنها. وتلك الثقة العمياء هي التي جعلت هذا الشاب يعمى عن تصرفاته بما يرضي الله. في تلك الليلة تحدث مع فتاة أجنبية، لم تدع شيئا يغضب الله تلك الفتاة إلا وفعلته مع ذلك الشاب على برنامج الشات والكام. ولكن ذلك الشاب في النهاية شعر بعطش شديد، فقرر أن يذهب إلى المطبخ ليأتي بكوب ماء أو بقارورة ماء ليشرب منها، ويعود للحديث مع صاحبته الأجنبية على الشات. وأثناء مروره بجوار غرفة أخته سمع همسا. الوقت بعد منتصف الليل، واحدة أو الثانية بعد منتصف الليل أعزائي المستمعين والمستمعات. فاستغرب، لماذا أختي تسهر حتى هذا الوقت المتأخر؟ هو لم يسأل نفسه لماذا هو ساهر، ولكن هو الآن يقول أخته تسهر، هو أكبر منها ب3 أعوام. فتح الباب قليلا قليلا، وإذ به يشاهد أخته عارية تماما عن الملابس تتحدث مع شاب آخر على الإنترنت تماما كما هو يفعل مع تلك الفتاة الأجنبية العارية تماما. لم تكن الصدمة هنا أعزائي المستمعين والمستمعات، أتعلمون مع من كانت تتحدث؟ إنها كانت تتحدث مع أعز صديق له، لقد غدر به وأصبح يتحدث مع أخته. وأما بالنسبة لماذا كان يتحدث مع أخته وبكل تلك الأريحية، لأن الفتاة نفسها قد شاهدت أخاها عند صديقي وهو يتحدث مع الفتيات ويفعل ذلك مع الفتيات، فقال لا، إذا كان أخوك قد فعل ذلك مع الفتيات الأخريات، لماذا أنت لا تفعلين هذا معي؟ والفتاة بعد أن رأت أخوها بأم عينها يقوم بالحديث مع فتيات على الشات وهن عاريات، تعرت لذلك الشاب. نعم، لقد فتح أعراض الناس واستهان بأعراضهم وارتكب ما ارتكب ولو من خلف جهاد ولم يكن الأمر مباشر، فأحل الله عليه اللعنة نفسها في أهل بيته. ما لا ترضاه لأهل بيتك لا ترضاه لغيرك، وإن رضيته لغيرك فاعلم أنك رضيته
حطم جهاز الكمبيوتر، ضرب أخته، اجتمع البيت عليه، ومن تلك الأمور. وكانت الصدمة الكبيرة للأب والأم، وكيف تفعلين ذلك ومن تلك الأمور، وصديقك الفاشل أنت من أحضره، أنت من جعله يتعرف على أخته ومن تلك الأمور. فقالت الفتاة: هو يفعل ذلك في كل يوم مع 10 فتيات أو أكثر. الأب يكاد يصاب بسكتة قلبية أو دماغية. ذهب الأب إلى غرفته ليفحص جهاز الكمبيوتر، فإذا به يرى فتاة فعلا متعرية تماما وتنتظر الشاب أن يأتي فيتحدث معها. قال له: أتضرب أختك وتهينها وتكسر لها جهاز الكمبيوتر، وأنت من يجب عليه الضرب وأن يحطم جهاز الكمبيوتر فوق رأسك؟ الولد ضرب الأخت، والأب ضرب الابن، ومن تلك الأمور. كانت ليلة سيئة في حياة تلك الأسرة. في النهاية ستصمت الأم، وسوف يصمت الأب، وسوف يتداركون الأمر خشية من الفضيحة، من المجتمع، من الحياة الراقية ومن تلك الأمور. لكن هل سيقف هذا الشاب عند هذا الحد؟ هل ستقف تلك الفتاة عند هذا الحد؟ هل سيكفي ذلك الضرب الذي أخذته الفتاة أو الشاب لإيقافهم عند حدهم من تلك الممارسات السيئة؟ نعم، من دق باب الناس دق بابه، كما تدين تدان، ولكن الذنب الأكبر وذنب الأب والأم اللذان أعطى أولادهما حرية لا يستحقانها ولم يراقبانهما، وهانت عليهم أنفسهم. إذا كان أخي يرتكب الرذيلة فلا بأس أن أرتكبها أنا. أصبح لديها مثل أعلى في حياتها، ولكن ليس للخير، وليس مثلا للأفضل، وإنما مثلا سيء وللأسوأ. انتبهوا إلى أولادكم، وانتبهوا إلى القنوات التي يدخلون عليها على الكمبيوتر أو الشات أو محادثاتهم. راقبوهم، لا تسمحوا لهم بالبقاء في غرفهم فترات طويلة. تأكدوا من أنهم يكتبون وظائفهم أمامكم على الأوراق والكتب وليس على شاشات الكمبيوتر. راقب أولادك وبناتك في تصرفاتهم، وحاول أن تتعرف على أصدقائهم. رفقاء السوء يهددون الأولاد، يدخلونهم من عالم الاحترام لنفسهم ولذاتهم وللآخرين إلى عالم الفساد وإفساد نفسهم وإفساد الآخرين. ولا تظن أنك إذا انتهكت عرض شخص ما أن الله لن يذيقك من نفس الكأس. واعلموا أن الله يراكم ويسمعكم في كل وقت، سيسرك في المرة الأولى وفي المرة الثانية والثالثة وربما العاشرة، ولكنك إن لم تتب وتقلع عما أنت عليه فضحك الله فضيحة ليس لها أول ولا آخر، وجعلك عبرة لمن يعتبر. ألا توافقونني أن هذا الجهاد أصبح خطرا على أولادنا؟ ما رأيكم أن نتناقش كيف نسمح لأولادنا أن يستخدم هذا الجهاد كي يكون صاحب منفعة له لا صاحب مفسدة ودمار لحياتهم؟ رأيكم يهمنا، وتبادل الآراء فيما بيننا كآباء وأمهات قد يساعد الكثير منا على أن ننقذ ما بقي من أولادنا إذا كان هنالك بقاء لهم، لأن معظم الأولاد الآن والبنات أصبحوا عبيدا عند هذا الجهاز. إذا أعجبك المقطع فلا تنسى الضغط على زر الإعجاب. إن لم تكن مشتركا في قناتي فإني أدعوك إلى الاشتراك، وإن كنت مشتركا فإني أنتظر تعليقك بفارغ الصبر. ولا تنسوا أن نتجاذب أطراف الحديث لمسألة الكمبيوتر وكيف نخلص أولادنا من عاداتهم السيئة عليه. شكرا لحسن الإصغاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع. ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد. وشكرا وجزاكم الله خيرا.